إذن السؤال الآن، هل في حالة من الحالات بقدر أخلي الكرنت من هون يضل ماشي بهذا الاتجاه رغم إنه هذا صار نيجاتيف؟ يعني الأوتبوت هلا هون صار من الريكتيفاير، هي رح أرسم الريكتيفاير بس زي هيك، هلا عادة الرسمة تبعته رح تكون إيش داخل له كم فيز؟ 3 فيزز. هذا هون كونسبتشوال، إحنا مرات ما بهمنا التفاصيل كثيرة، شو بنعمل؟ نرسم بلوك يمثل لها. انا عارف هلا لو بدي التفاصيل بدخل هون وبطلعها، بس احنا هلا بدنا البلوك بشكل عام، فهذا انا رسمت البلوك، هذا اسمه كونسبت او ابستراكشن. هلا شو بيطلع عندي هون كم تيرمينال؟ 2. خلينا نحط هون ايش عندي بدخل؟ الفا، مش هيك؟ هيك انا قدرت اركز. مرات انا حابب اركز على فكره مختلفه فبرسم الرسمه بشكل مختلف. هلا احنا عارفين انه هاي هي نفس هاي، بس انا في تفاصيل هلا ما بتهمني كثير، فشو حطيت هون؟ الفا. هاي بنسميها ابستراكشن او كونسبتشوال. هلا هون عادة احنا بيطلع عندي هذا بوزيتيف، مش هيك؟ او اذا بدنا نكون دقيقين هذا كوساين الفا بتناسب مع كوساين الفا، مضروب في كونستنت، مش هيك؟ هو في اشياء ثانية رح اشتقها واثبتها، بس احنا هذا بتناسب مع كوساين الفا. فهون الافرج فولتج يعني في اوتبوت افرج بتناسب مع كوساين الفا او بيساوي كونستنت في كوساين الفا. هلا بنيجي بنسأل السؤال، لو انا زدت هلا اذا الفا طبعا كانت من زيرو الى باي على 2 او على 90 رح يكون في افريج بوزيتيف، هذا ما عندي مشكله فيه، رح اقدر اشغل لود واعطيه، وحتى لو كان هذا دي سي الموتور بقدر اعطيه. هلا انا حابب افهم النقطه انه لو صار هذا من باي على 2 لباي رح يصير عندي في افريج نيجاتيف، بس انا مشكلتي ما بقدر امشي كرنت نيجاتيف بهذا الاتجاه. هلا هون بنيجي نسال السؤال، هذا الاوتبوت تبعه صار نيجاتيف مضبوط، رح احطه بهذا الشكل. وانا بدي احاول امشي كرنت فيه هيك، وهون عندي هاي اللود. هلا ممكن يكون عندي هون فولتج سورس في، رح نشوف شو الفولتج سورس هذا. هل بقدر احط الدي سي فولتج سورس هون بحيث انه يمشي الكرنت بهذا الاتجاه؟ فكروا بالسيركت هلا، هل بقدر انا امشي كرنت بهذا الاتجاه؟ ممكن يمشي معي كرنت بهذا الاتجاه رغم انه هذا ايش اشارته؟ نيجاتيف. هذا رح يحاول يمشي الكرنت باي اتجاه؟ اكبر منه. ايش بيكون اكبر منه يعني؟ من الفولتج. تمام، هذا بده يكون عندي الطريقه الوحيده يمشي كرنت هيك بهذا الاتجاه انه يكون عندي فولتج سورس هيك، وهذا رح نسميه في اس 2 مثلا، وهذا رح اسميه في اس 1. هلا هذا اذا رجعته، هذا هو مضبوط هيك مقلوب هون، بس اذا رجعته هون كيف رح يصير اشارته هون؟ يعني هذا بده يحاول يمشي الكرنت بهذا الاتجاه، مش هيك؟ وهذا بحاول يمشي الكرنت في هذا الاتجاه، مين رح يغلب فيهم اذا نستعمل هذا التعبير؟ اللي اكبر بالماجنتيود، مضبوط؟ اذا الحاله الوحيده اللي ممكن يمشي عندي يضل يمشي عندي كرنت بهذا الاتجاه فيها يكون عندي هون فولتج سورس اشارته زي هيك، وفي اس 2 از ماجنتيود اكبر من في اس 1 از ماجنتيود. الحاله الوحيده اللي هذا بصير فيها اذا عندي محرك دي سي موتور وعماله بلف بعكس الاتجاه. بعمل له بريكنج. تمام. الحاله الوحيده اللي ممكن تصير عندي هذه هون اذا هذا المحرك كان بلف عماله بعكس، هو بيمشي لما يمشي عاده باتجاه بيمشي بتكون هذه بوزيتيف، اذا عكس اتجاه الدوران تبعه بتصير هذه نيجاتيف، اذا صارت نيجاتيف انا بدي اعمل له بريكنج. رح يتحول هو لجنريتر ورح يرجع لي باور لهذا السورس. هلا مره ثانيه نفكر بالسورسز، لو انا عندي سورس بهذا الشكل ومشي الكرنت فيه بهذا الاتجاه، هل هو عم بعطيني باور ولا باخذ مني باور؟ بعطيني باور. طيب لو جيت على هذا السورس الان ومشيت كرنت فيه بهذا الاتجاه، شو اللي عم بيصير؟ هو عم باخذ باور، فهو رغم انه طول حياته هو سورس عاده، كسورس عاده طول حياته تعود ايش يعمل؟ هو يعطيني كرنت، لكن هون صارت حاله معكوسه انه صار الباور يرجع زي بطاريه عم تشحن بطاريه، لو انت عم تشحن بطاريه كيف اتجاه الكرنت لازم يكون؟ لازم يكون هيك، ولا انت عم تسحب منها باور، لما تاخذ بطاريه السياره وفارغه بطاريه السياره وبدك تشحنها وين بتحط؟ وين بتخلي الكرنت يمشي؟ وين بتحط البوزيتيف الخارجي؟ مش بتحطه هون؟ بتحط البوزيتيف على البوزيتيف والنيجاتيف على النيجاتيف؟ لما تروح تشحنوا سياره، اذا حد منكم عمره عمل جمب صارت للسياره، مش بيجيب الاحمر على الاحمر والاسود على الاسود؟ ولا بتحط الاحمر على الاسود والاسود على الاحمر وبصير شورت سيركت؟ مضبوط؟ اذا احنا لما نيجي نشحن هون بمشي، اذا الطاقه وين عم بتروح الان؟ عم باخذها السورس هذا. طيب لو صار عندي هلا تو سورسز هون، خلينا نحط لود بينهم، السورسز هذول والكرنت ماشي بهذا الاتجاه، منين وين الطاقه عم تيجي؟ من هذا. وين بتروح؟ لهون. لو عكسنا اتجاه هذا الكرنت
الطاقة من وين عم تيجي الآن؟ باور عم تيجي من هون عمالة بتروح على هذا السورس. إذا هو كسورس عادة في حياته هو بزود باور، بعطيني باور، لكن في حالات بتصير إذا انعكس اتجاه الكونفنشنال كرنت، الكونفنشن تبع الكرنت هو راح يصير ياخذ باور زي ما بتصير بالحالة هاي. إذا الكرنت طالع من هون هيك طالع من البوزيتيف بالنسبة لهذا، إذا هذا شو راح يعمل الآن؟ هل راح يعطيني باور ولا راح ياخذ باور بهذا الاتجاه الكرنت؟ راح يعطيني لأنها طالع من البوزيتيف، يعني عم هو مزبوط هي مقلوبة بس هو عماله باخذ النيجاتيف من اللو بيرفع الانرجي تبعت التشارج. طب وهذا ايش عم بيصير فيه لما الكرنت يمشي الان هيك هلا؟ بسحبه رح يصير هيك يعني مزبوط؟ اذا هون ايش عماله؟ هو باخذ اذا الطاقة عم تنتقل من هون لهون. خلينا ناخذ هذا على المثال اللي هون، رح نيجي نحط الان محرك دي سي معكوس. هذا المحرك الدي سي عماله بيمشي بعكس الاتجاه فبعطيني فولتج نيجاتيف هون وبوزيتيف هون. هلا الكرنت حتضل الكرنت ماشي هون، هذا عم بعطيني اشاره نيجاتيف بس هذا نيجاتيف اكثر منه اكبر منه، اذا وين هذا راح يخلي الكرنت يضل ماشي؟ اذا ايش راح يصير في الطاقه؟ هل راح اخذ طاقه من المحرك ولا راح اعطيه طاقه بهاي الحاله؟ راح اخذ منه طاقه، يعني كاني بعمل له بريكنج، كانه هذا المحرك يتحول لايش؟ لجنريتر. وهذا عم ينعم، هذا عم باخذ طاقه واللي برجع طاقه الان صار. لاحظوا هذا اشارته صارت نيجاتيف بوزيتيف هون ونيجاتيف هون. صار بسحب. هو بسحب طاقة فعم ترجع الطاقة للسبلاي. هذه بنسميها بريكنج أو انفيرجن. وهل الكرنت ضل بوزيتيف زي ما أنا بدي؟ مش ضل هيك بوزيتيف بهذا الاتجاه مش هيك؟ مين اللي خلاه يضل ماشي بهذا الاتجاه؟ السورس الجديد اللي جاي برا، لولا هذا السورس أو لو السورس هذا أصغر في الماجنتيود من السورس اللي هون من الفولتج اللي هون ما كان راح يضل. هاي تستخدم اني بستخدم هذا في البريكنج، عندي محرك ماشي بعكس الاتجاه، بدي اعمل له بريكنج اهديه اوقفه. فبزيد الزاويه هون قديش؟ اكثر من قديش؟ الفا اكثر من 90، لما عملتها زدتها اكثر من 90، شو صار بالفولتج اللي طالع هون؟ البولاريتي صار نيجاتيف هون وبوزيتيف هون. هذا هون السيستم هلا الكرنت ماشي فيه بهذا الاتجاه، رح يصير هو يرجع لي طاقه من هون، رح يتحول لجنريتر، هو رح يعطيني طاقه. طب من وين عم بجيب الطاقه هاي المحرك؟ خزنت فيه، كانت خزنت فيه، كانتك انرجي المخزنه فيه، شو رح يصير بسرعته؟ رح تقل السرعه، فالهاف ام في سكوير اللي هي جولز بصير تتحول من ميكانيكال لالكتريكال، هذا هو كل مبدا تحول الطاقه، فبتتحول من هاف ام في سكوير بتتحول هون بتصير اي في في من هون وبترجع على هذا السيستم بتنزل سرعه المحرك وبتصير الطاقه ترجع هون. وين بتروح الطاقه؟ بتروح على ار واس وتي، بترجع على ار واس وتي بترجع للشركه او استفيد منها. هذا بنسميه انفرجن. انفرجن فهو الريكتيفاير تحول لانفرتر.